كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم شكرا 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 بزاف 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 من كل اعماق قلبي على الدعم ديالكم والحب ديالكم في اخر فيديو اللي حطيت لكم. يعني غيدوز من هنايا ديال شنو هي الموضه اللي دارجه في هذا الخريف هذا للمحجبات، يعني ماشي موضه خاصه بمحجبات سينو حاولت نشارك معكم شنو دارج في هذا الخريف وقلبت لكم على ملابس اللي هي خاصه بالمحجبات تقدروا فين تقدروا تلقاوها. المهم البنات اللي تفرجوا في الفيديو راكم عرفتوه، واللي ما تفرجتوش الفيديو داز من هنا دخلوا شوفوه الا كان كيهمكم الامر. المهم شكرا بزاف على اللايك ديالكم الحب ديالكم الدعم ديالكم، فرحت بزاف ملي عجبكم. انا اهم حاجه عندي هي انه يعجبكم الفيديو اللي حطيته لكم. ان شاء الله عما قريب غندير لكم فيديوهات كيفاش ناسقوا، يعني ندير لكم مثلا سبعه اللبسات بالسبرديله بيضاء، ندير لكم مثلا بالقميجات ديال الجين، وندير لكم ان شاء الله بالمونطوا ديال البرد، لانه هذه اكثر حاجه غادي نبقاو نلبسوهم ان شاء الله في هذا الخريف هذا، خصوصا البنات اللي كيمشيو للجامعه ولا المدرسه ولا البنات اللي كيعجبهم يعني يلبسوا لباس كاسوال على حساب نهار على نهار. واكيد غندير لكم شي مره لوك بوك ديال الايام اللي كانت عندكم شي مناسبه ولا معروضين تعشاو ولا تغداو مع صحابكم، لهذا كونوا حاضرين ان شاء الله غادي يكون جديد في هذه القناه. ودابا غادي نبداو في الفيديو ديال اليوم اللي كما شفتوا في العنوان غادي يكون كيفاش تعيشوا فابور. كما شفتوا صحباتي العزاز في العنوان بغيت نقول لكم كيفاش تعيشوا فابور في اسبانيا، لانه علاش طاحت عليا الفكره واحد البنت كتبات لي في الانستغرام اختي عواطف فين كتشري هاد الحوايج، علاش عندك بزاف ديال الحوايج وانتي زعما باينه كتعيشوا فابور في اسبانيا لدرجه انك زعما فلوسكم يمكن كتخسريهم غير في الحوايج وصافي في المشتريات. لهذا قلت يعني علاش لا غادي نهضر في هذا الفيديو. كاين بصح شي حاجات بحال هكا هنايا في اسبانيا، كاين مساعدات، كاين بزاف ديال الحاجات، لهذا كنتو مهتمين يعني هذا الفيديو هذا باش نجاوب على هذا التعليق، ولكن في نفس الوقت غادي تكون في افاده لاني غادي نقول لكم بعض الحاجات، لانه سي كاين مساعدات ولكن ما كيعطيهمش لكل شيء، كيعطيهم بعض الناس معينه. لهذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضر لكم على جميع المساعدات اللي عرفت زعما ولا سمعت عليهم وعلى حساب شكون هما الناس اللي كيستافدوا من هذه المساعدات فاش من بلايص اسبانيا. اكيد غنشارك معكم داكشي اللي كنعرف، اما اكيد غيكونوا بزاف ديال الحاجات اخرين ولا المهم انا غنشارك معكم داكشي اللي انا عرف على حد العلم ديالي. ولكن قبل بغيت نقول انه انا شحال مره هضرت لكم على هذه القضيه، يعني الحوايج ديالي انا دائما كندير مشتريات كيعجبني نشري حوايج، كاين بنات اللي كيعجبهم يحطوا فلوسهم في حاجات اخرين ولا كيخبيوهم، انا كيعجبني نشري حوايج ولكن مؤخرا كما كتشوفوا كنشري وفي نفس الوقت كيجوني لي كولابوراسيون، لهذا عندي الحوايج بزاف. واصلا هذه يعني كتبقى خدمتي البنات كما كتعرفوا، يعني الا ما كانش عندي الحوايج باش غادي ندير لكم لوك بوك، باش غادي نحط لكم تصويرات في الانستغرام، باش غادي ندير لكم تنسيقات، يعني الا كان عندي سبعه اللبسات اكيد صافي غادي نحط لكم دوك سبعه اللبسات ما عندكم ما ديروا بيا سالينا سالت الحفله. لهذا انا خدمتي بحال ولات هي هذه، يعني هو ان يكون دائما عندي الجديد دائما كوليكسيون جديده باش نقدر نفيدكم نتوما، يعني هذه هي خدمتي. بحال مثلا الكوافوره خص يكون عندها مثلا بزاف ديال السوشوارات بزاف ديال لي برودوي ديال الشعر، بحالي انا دابا مثلا كنشارك معكم اغلبيه الحاجات اللي كيعجبوكم في قناتي هي الحوايج، لهذا خص يكون عندي الحوايج بزاف. المهم هي هذه القضيه. ودابا اسمحوا لي حركت الكاميرا، ودابا غادي ندوزو غادي نهضر لكم كيف ما قلت لكم شنو هما المساعدات اللي تقدروا تستافدوا منهم، يعني الناس اللي غادي يجيو اسبانيا يكونوا عارفين هادشي ولا الناس اللي كاين في اسبانيا وما عارفينش هادشي يعرفوه. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها البنات هي مثلا كيفاش نقولوا تعيشي فابور في اسبانيا. الناس اللي يقدروا يعيشوا هنايا في اسبانيا فابور ولكن ما نقولوش فابور 100% بالحق تقريبا فابور، هما مثلا مادريس ولا امهات سولتيراس، يعني امهات يعني عندهم وليدات وما مزوجينش مثلا مطلقين ولا هذا، هما كيساعدوهم بزاف، يعني مثلا من ناحيه ديال الاكل وداكشي المصروف ديال الشهر يقدروا كيساعدوهم في الكرا، كيدبروا لهم مثلا على خدمه ويقدر مثلا حتى السكنه يدبروا لها فيهم، ولكن على حسب كل بلاصه فين جيتي. هذه من هذه الناحيه. وكاين عاوتاني مثلا الا كانوا عندك الاولاد بزاف، مثلا كان عندك اكثر من ثلاثه الوليدات اغلبيه في المدارس كيساعدوك الكتوبه كيساعدوك في الكرا وكيعطوك كما قلت لكم الماكله الشهريه. في بعض الاماكن كيعطوك مثلا واحد الشيء كتمشي كتخلص كتمشي كتقضي داكشي اللي بغيتي من السوبر مارشي وكتخلص به. وبعض الاماكن مثلا في هاد البلايص اللي انا في هاد الصونه اللي حنايا فيها مثلا الناس اللي عندهم مثلا الوليدات بزاف والراجل ما خدامش والمراه ما خداماش كيساعدوهم بهاد القضيه، مثلا كيخلصوا لهم النص ديال الكرا، كيعطيوك مثلا الايودا فاميليار الا فايت لك خدمتي، وكيعطوك سميتهم وكيعطوك الاكل يعني الشهري، يعني كيكونوا مساعدات تقريبا كيخص غير واحد شويه ديال الفلوس باش تعيش. وبالنسبه للحوايج حتى هما كيعطوك الحوايج، يعني كتمشي مثلا لكاريتاس ولا نيت في كروز الروخا كنظن، المهم كنظن لا في كاريتاس لحقاش انا فايت لي خدمت تماك،
واش كيفاش كيمشي تقريبا داكشي. كتمشي للكاريطاس كيكون واحد كيدير واحد الايام معينه كتمشي كتهزي الحوايج كيعطوك مثلا الحوايج على حسب مثلا عندك ولد ديال الوليد ديال 3 سنين ولا بنيه ديال 3 سنين ولا اللي كنتي ولا راجلك. المهم كيعطوكم حوايج كيساعدوا الناس بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني نهائيا. هذا كنقول هادشي يقدروا الناس مثلا الناس اللي واحد ولا مثلا جيتي بوحدك وما عندك ما تلبس وهذا جيتي مثلا حارق وما عندك ما تلبس ولا ما عندك ما تلبسي كتمشي ديك الساعه للكاريطاس هما كيساعدوك يعني يقدروا يعطوك الماكلة يقدروا يعطوك الحوايج يعني الكاريطاس اي حاجه مثلا في هذه المساعدات كيكونوا كيساعدوا الناس. مثلا فاش كنت خدامه في واحد الوقت تماك كنت كندير ستاج ماشي زعما خدامه سينو كنت كندير ستاج. مثلا كانوا كيجيو مثلا هذوك الناس مثلا اللي ما عندهم فين يسكنوا ما عندهمش يعني ما عندهم باش يشريو ماكلة وهذا كيجيو كيعطوهم مثلا الحوايج وفي نفس الوقت كيعطوك مثلا الا جيتي مثلا مشيتي لبلاصه اخرى وجيتي لهنايا البلاصه اللي انا ساكنه فيها جيتي لهنا كيعطوك واحد البونو ولا واحد الوريقه فيها مثلا 3 اورو كتمشي لاي بار كيعطوك بوكاديوس يعني بوكاديوس اللي تاكلي ولا مثلا قرعه ديال الماء عندك شي الاساسي باش تقدر تعيش يعني هادو اللي ما عندهمش يعني كاع فين يسكنوا. وكيف ما قلت لكم دابا غادي ندوزو شنو هما الحاجات اخرين. كيف ما قلت لكم الفاميليا نوميروساجني الاستفاده منها هو انك مثلا في المدرسه كتنقص لك بالكتوبه مثلا في التران الا بغيتي تقطع في التران تمشي اي بلاصه تمشي كينقص لك الثمن بزاف وقد ما زادوا الدراري قد ما كينقصوا لك كثر بهذيك فاميليا نوميروسا يعني زعما كيعاونوا بزاف ديك فاميليا نوميروسا. عاوتاني كاين الخلاص ديال الوليدات الصغار مثلا كيخلصوا كل 6 شهور واحد القدر ديال الفلوس شي 100 وشي حاجه ما عرفتش صراحه بالضبط لاني انا باقي لحد الان ما عمري استفدت منه ولكن تعطاك واحد 100 وشي حاجه كل 6 شهور يعني شي حاجه قليله ولكن الا كان مثلا عندك الوليدات بزاف مثلا 4 ولا 3 ولا 5 كيخلصوك على كل واحد كل 6 شهور كيعطوك واحد القدر يعني غادي يدخل لك واحد الكميه ديال الفلوس مزيانه ما بيهاش يعني اللي تقدري مثلا تكسي بها وليدات ولا تقدري تعاوني بها راسك شي حاجه على حسب زعما كيف ما قلت لكم الناس اللي ما خدامين يعني هي صراحه تي كيساعدوا الناس اللي ما كانوش خدامين ولكن الا كنتي انت خدامه وراجلك خدام ولو دخلي غير 500 ما كيكونوش مساعده لانه هنا في اسبانيا من 500 وكذا و20 كتما خلصه يعني هذا هو هذه هي الخلصه اخر الخلصه تقدر تشدي زعما في شي خدمه يعني الا كانت عندك ديك اقل خلصه راه بها تقدري زعما كيقول لك تقدري تسلكي راسك يعني تقدر تخلصي كراك مثلا الا كنتي في شي بلاصه اللي الكرا فيها رخيص تقدري تخلصي ماكلتك وزعما تقدري تعيشي يعني عيشه مزيانه يعني ما تحتاجي حتى شي حاجه. بالنسبه كما قلت لكم اكيد ما غاتقدريش تمشي تعشي على برا ما غاتقدريش تاكلي على برا ما غاتقدريش تقدري شي حوايج وهذا ولكن هما داكشي ما كيهمهمش كيهمهم وانا كتسكني وتاكلي مزيان يعني تكون عندك العيشه تعيشي مزيان في دارك وتاكلي ما تبقايش بالجوع هادشي هو اللي كيهمهم ولهذا كيعاونوا الناس اللي ما كيكونش عندهم هادشي. لهذا لما كان زعما لما كان حتى شي واحد خدام في العائله سي كيساعدو كيساعدو مزيان اما الا كان شي واحد خدام ولو غير واحد وعندكم مثلا نقولوا الكاسو ديالي انا مثلا كانت غير راجلي خدام وعندي غير بنيه وحده ما يعطوك حتى شي مساعده لانك صافي يعني راه مثلا المصروف الدخول ديال راجلك كافي باش تعيشوا يعني ما غاديش نحتاجو حنا ان حنا نساعدوك حق كيما كنقول لكم الا كنتي مثلا انتي ولا انتي وراجلك جيتي مثلا يلاه جديده وما عندكمش يعني باش ما خداميش ما عندكم حتى شي مدخول يعني شي كونطراتو ديال الخدمه ولا ما عند حتى واحد ما كيدخل شي نومينا سي كتمشيو بحال هاد البلايص الكاريطاس كروز الروخا كتمشيو لسميتو بعدا كتمشيو لاول بلايص هما هادو كاريطاس كما قلت لكم راه كيساعدوا بالماكله بالحوايج وفي كروز الروخا كيساعدوا في الماكله اللي كيعطوك يمكن واش كل 15 يوم ولا كل شهر صراحه ما عرفتش ولكن سي يعني بحال هاد الاماكن كيعطوك انفورماسيون ولكن خص كما قلت لكم يكون عندكم حتى شي مدخول. وعلى حد علمي انه في اماكن مثلا في اسبانيا بحال الشمال مثلا الشمال كيساعدوك كاريطاس كيدبروا لك على خدمه ولا كيديوك مثلا كدير شي خدمه ديباني راسك بها وتيخلصوك واحد القدر ديال الفلوس كيخلصوا لك الطوبيس وكيعطيو الماكله يعني كيعطوك الاكل يعني معقول يعطوك داكشي تقريبا كومبليت وكيعطوك الحليب كيعطوك دانون كيعطوك كلشي داكشي اللي تقدر تحتاج على ما سمعت كما قلت لكم انا ما عايشاش في الشمال ولكن سمعت سي الناس اللي كيعيشوا في الشمال يعني صراحه اكثر بلايص في اسبانيا يعني كيعاونوا الناس وكيساعدوا الناس هي في الشمال. في الشمال مثلا واخا يكون مثلا الزوج خدام والمراه لا كيساعدوا المراه يعني كيساعدوا كيزيدوا يعطوك واحد سميتو ولكن سي خص تكون عندك على حسب البلاصه يا اما 6 شهور مينيمو ديال شهاده السكنه يا اما عام يعني خصك تكوني ساكنه في ديك البلاصه من 6 شهور حتى العام ولو ما يكونش عندك الاوراق ولكن سي خصك تكون عندك شهاده السكنه يعني شي حاجه تثبت انك كنتي تماك من 6 شهور حتى العام كما قلت لكم على حسب البلايص. كاين شي بلايص كيقولوا 6 شهور وكاين شي بلايص كيطلبوا عام. في ديك الحاله كيعاونوك في الكرا كيخلصوا لك تقريبا نص ديال الكرا كيدبروا لك في الخدمه اللي ما كنتيش خدام كيعطوك تقريبا خلصه ديال يعني خدام وكثر يعني يقدر توصل حتى 900 حتى 1000 على حسب كما قلت لكم البلاصه وكنظن مينيمو 600 ثاني على حسب البلاصه. انا اكيد ما عنديش معلومات بالضبط انا هنا كنعطيكم غير فكره على حسب هذه السيده اللي قالت مثلا كاين الناس اللي كيعيشوا في فابور في اسبانيا هنا الناس اللي كيعيشوا فابور هما ماشي كيعيشوا فابور كيساعدوهم لانهم ما عندهمش الخدمه ما عندهمش واحد المدخول. هنا في اسبانيا كيساعدوا الناس ما كيبغوش زعما يشوفوا شي واحد مثلا عايش في الزنقه ولا ما عندوش فين يدوش ولا عنده ما عندوش فين ياكل يعني كيساعدوا الناس بين ما الناس يوقفوا على رجليهم مثلا كاين شي واحد يلاه جديد
ما عندوش اللي يوريه فين يخدم، ما عنده فين يسكن، يعني كيساعدوا الناس باش يوقفوا على رجليهم. ملي كيوقف داك الانسان على رجليه وكيخدم صافي كيتحيد ليه ديك لايودو كتعطى لواحد اخر. يعني ملي كيعرفوا انك صافي خدمتي راه كتحيد لك داكشي، ما غتبقايش انت كتخدمي زعما هما كيساعدوك نو. وكما قلت لكم هنايا مثلا الا كان غير واحد خدام تقريبا ما كيساعدوش شحال هذا، مي الله جيت انا مي الله جينا حنا تقريبا دابا راه من 2004 كان مثلا كان غير راجل خدام، واخا تيدخل حتى 1500 لكن غير هو خدام تيساعدو. كانوا ديك القضيه ديال الماكله كيساعدو الناس زعما، واخا الناس عندهم مدخول ديالهم الخاص كانت الماكله كتشد كيعطوك فيها كلشي كومبليتو، يعني كلشي يعني اللي تقدر تحتاجيها يعني في دارك كتعطاك، يعني كلشي 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 يعني. وكانت تعطاك غير من الماركات الغاليه، وحتى دابا الصراحه باقي الان على ما حد علمي كيعطيو الماركات الغاليه، لانه زعما ديك الماركات تساعدوا الناس اللي ما عندهمش بالحق، ما بقاوش كيعطيو كيف ما كانوا يعني تعطيو تقريبا الاكل كومبليت نو، بحال تعطيو غير الاساسيات مش حال هذاك، كانوا كيعطيو كلشي 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 كما قلت لكم. تقدري اللي حليتي عليها فمك كتلقايها في داك الاكل. دابا لا ولاو كيعطيو الناس غير الاساسيات، يقدر ما على حساب هاد الكريسيس اللي وقعات ولا ما نعرفهم المهم حتى تماك ما نعرفش. لهذا كيف ما قلت لكم في ديك الساعات كانوا كيساعدوا، دابا لا، دابا مثلا في هاد البلاصه اللي انا فيها مابقوش كيساعدوا الناس، يعني كيساعدوا الناس من غير الا كنت ما كاين حتى شي مدخول، يعني خصك تكوني ما عندك حتى شي مدخول حتى شي حاجه حتى شي حاجه، وكتبقاي خصك تمشي مره الاولى والثانيه وكتدفعي الاوراق شويه تجري، ولكن اللهم الاحسن مثلا ما عندك حتى شي مدخول اللهم الاحسن تجري، ولكن تكون عندك واحد المساعده احسن من والو. يعني هاد الانفورماسيون بالنسبه للناس مثلا اللي ما خدام حتى شي واحد في العائله، ولا مثلا اللي غادي يجي جديد وما عندوش فين يجي، ولا ما عندوش يعني يعرف تقريبا اشنو هما الحاجات اللي خصو يدير. اما كيف ما قلت لكم راه اللي عنده غير بنيه وحده ولا وليد واحد، يعني غير فرد واحد في يعني هما ثلاثه الافراد والراجل خدام، ما هنا بعدا في هاد البلاصه اللي حنا فيها ما كاينينش مساعده، يقدر في بلايص اخرين سيكونوا. انا صراحه شاركت معكم هادشي اللي كنعرف، هادشي اللي سمعت على حكم هنا شويه جيت صغيره وعلى ما سمعت الناس اش كيقولوا والعائله وداكشي، حاولت نشارك معكم باش عندكم واحد الانفورماسيون. هنا في اسبانيا ما كتعيش في بابور، ولكن سي لكن الا كنتي يعني ما عندك حتى شي حاجه تجيب خاوي، ما عندك حتى شي مدخول، كيساعدوا الناس صراحه الحمد لله. ماشي يعني ما عمرك كتشوفي شي واحد ناقصو الماكله ولا ناقصو الحوايج ولا ناقصو النقاء، ولا يعني كيوفروا لك الا ما كانش عندك مثلا لقيتي سكنتي مثلا ما لقيتيش فين تسكني وسكنتي غير في دار نقولوا قديمه بزاف 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 وما عندك باش دير الدوش ولا شي حاجه، يقدروا كيساعدوك لانهم عارفين ما عندك حتى شي مدخول، يعني كيوفروا لك الاساسيات باش تعيش كانسان نقي واكل شارب عيش مزيان. والحمد لله يعني هذه واحد الحاجه اللي كنتمنى واحد النهار تكون حتى في بلادي، لانه كيف ما قلت لكم ما عمرك تشوفي هنا شي واحد يعني ما عندوش الدوش في دارو، الدوش سخون الماء سخون ولا الاكل ولا هذا، يعني دائما كتشوفي الناس لابسين واكلين شاربين الحمد لله. ولهذا كيف ما قلت لكم هذه شي حاجه اللي كنحمدوا عليها الله ونشكروا، يعني ما كنشوفوش ما نشوفيش ولد بلادك ولا بنت بلادك يعني ميته بالجوع هنايا ولا مسكينه ما عندها ما تلبس ولا هذا، الحمد لله كل شيء عايش بخير. ولهذا كيف ما قلت لكم شاركت معكم هذه القضيه، سي الناس هنايا ما كيموتوش بالجوع ولكن ما الناس ما عايشينش فابور، كيف ما الاخت قالت لي الناس ما عايشينش فابور كيساعدوا وصافي، ولكن الا كنت عندك شي مدخول صافي كيما سبق لي قلت لكم. والبنات بغيت نقول لكم الا عندكم شي انفورماسيون بالنسبه للبنات اللي ساكنين في الشمال، كل بلاصه البنات اللي ساكنين في البلايص اللي عندكم شي مساعدات معينه قولوا لنا في التعليق باش الناس كلشي يستافدوا. كنعرف بزاف ديال الناس كيكون عندهم معلومات وما كيبغيوش يعطيوهم ما عرفتش علاش، باش الناس ما يستافدوش هما، لكن حنا كاخوت مسلمين ندعموا بعضياتنا، عندنا شي معلومات ولو قليله تقدر مثلا دابا انا شي قلت لكم بعض الناس عارفين وما صافي عارفين وما عندهم ما يديروا به، ولكن سي تقدر شي وحده شي سيده يلاه جات راجلها ما عندوش انفورماسيون لهذا يعني تسمع هذا الفيديو تولي عندها واحد شويه واحد المعلومه يعني، ولا الناس يلاه غادي يجي وتكون عندهم معلومات. لهذا علاش نساعدوا بعضياتنا، لما شدينا شي يد بعضياتنا خوتنا المسلمين ما عمرنا غادي نوصل حتى شي بلاصه. لهذا الا عندكم شي معلومات البنات ولا هذا خليوها لنا في التعليق، باش الناس مثلا اللي ما عندهم حتى شي مدخول ولا على حسب البلاصه مثلا كل وحده فيكم اللي عندها شي معلومه خاصه تقول انا البلاصه اللي فين كاينه، وها هما مثلا المساعدات اللي تقدروا تلقاو بهم على حسب الظروف الماديه اللي عندكم، باش كما قلت لكم في هذا الفيديو ماشي غير انا اللي نكون عطيت معلومات حتى نتوما تكونوا عطيتوا معلومات وكلشي يستافدوا نستافدوا مع بعضياتنا. كيف ما قلت لكم حنا الاخوات المسلمين خصنا نديروا اليد في اليد باش حتى واحد فينا كلشي يستافد وكلشي يعيش مزيان وصافي. صحباتي العزاز انا كنتمنى نكون وصلت الرساله ديالي للاخت اللي كانت قالت لي هذا التعليق هذا ولا هذه الرساله هذه اللي وصلتني. كنتمنى كيف ما قلت لكم تعرف انه انا ما عايشاش فابور، لان كيف ما قلت لكم اللي كيكون شي واحد خدام في العائله صافي هنا بعدا فهاد البلاصه اللي حنا ساكنين فيها ما كيعقلوش عليك، يعني صافي راه عندك عايش بخير والحمد لله. الحمد لله اصلا ما عندي الحمد لله ما تلحقش حاليا على مساعده، عايشه بخير الحمد لله ما خاصني حتى شي خير، ولكن اكيد كاين ناس يقدر ما خدام حتى شي واحد في العائله، ولا كيف ما قلت لكم كاينه سيده جات بوحده لهنا ولا سيد جا بوحده لهنايا سي غيقدروا يساعدوه وما يخصو تاخر حتى يلقى شي خدمه. كنتمنى هذا الفيديو هذا نكون تكونوا استفدتوا، كنتمنى دائما كنحاول نقول لكم ماشي انا كنبغي نفوح عليكم ولا نبلع عليكم ولا هذا، زينو فيديوهاتي دائما كانوا استفاده فاش كنوريكم الملابس واللوك بوك ما كنقول لكمش شوفوا شنو شريت ولا شوفوا شنو عندي، راه كلشي كما كنقولوا عنده خيره في دارو.
حسينو، كنبغيكم تستافدوا نتوما اغلبيتكم عارفين هادشي والحمد لله، ولكن كاين بعض الناس كيدخلوا جداد القناه كيحسب لهم قوه المشتريات وهادشي غير باش نبان، ولا كما كيقولوا كتبانوا على بعضياتكم اليوتيوبرز. نو ما كنبانوش على بعضياتنا، ما كان ما حتى شي حاجه، انا بعدا شخصيا ما كنبان حتى شي واحد، سينو فيديو فاش كنحطو كيكون استفاده. كنوريكم شي حاجه باش لا تعجبكم تعرفوا منين تشريوها، كنوريكم لبسه كيفاش مناسقه باش لا عندكم شي حاجه كتشبه داكشي اللي عندي انا في داركم تقدروا تنسقوها وتعرفوا كتنسقوها اكيد لكن كيعجبكم الذوق ديالي. هذه هي، هذا هو الهدف ديالي، يعني فيديوهاتي كاملة اللي كتشوفوها على القناه ديالي وصافي، يعني ما عمري كانت نيتي شي حاجه اخرى ولا نيه خايبه، سينو دائما نيه زوينه وشي حاجه اللي تستافدوا منها نتوما وصافي، يعني تخرجوا دائما بالافاده ولا ندوز معكم وقت زوين. مهم النيه ديما كانت زوينه وغتكون دائما زوينه مع حدي في هذه القناه ان شاء الله يا ربي. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، حاولت غير نعطيكم كما قلت لكم الانفورماسيون اللي تقدروا تحتاجوها. باي باي عليكم، تهلاو في راسكم حتى الفيديو ولا فلوغ ولا نتلاقاو في انستغرام دابا. باي باي عليكم.